السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى تحليل مختصر عن المباراة التي جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخب الملاوي. طبعا الحمد لله انتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي، فوز مستحق بأداء جيد للغاية. سوف نرى تحليل مختصر للمباراة. فالأسود اليوم كان أداء ممتاز ورائع للغاية، في أداء جيد وفي أفضل مباراة للمدرب وحيد خالوزيتش من ناحية الأداء. بالنسبة لتشكيلة وحيد خالوزيتش فهي كالآتي: حراسة المرمى بونو، خط الدفاع لدينا نايف أكراد، غانم السايس، الظهر الأيمن أشرف حكيمي، الظهر الأيسر أداما سينا، خط الوسط بقيادة سفيان مرابط وسليم أملاح وعمران لوزا، وخط المقدمة والهجوم بقيادة سفيان بوفال، انصيري وأيوب الكعبي. هذه هي تشكيلة المدرب وحيد خالوزيتش الذي دخل بها اللقاء. طبعا تشكيلة متوازنة، تشكيلة جيدة للغاية، فلديه توازن من ناحية الدفاع ووسط الميدان وخط الهجوم. طبعا شاهدنا في هذه المباراة عودة اللاعب رايان ماين. بالنسبة لمباراة اليوم، طبعا بداية جيدة من الأسود رغم أنهم تفاجأوا بهدف مبكر للمنتخب الملاوي، هدف جيد للغاية وهدف رائع صراحة رغم تفاجؤهم، لكن الأسود استطاع أن يقدم شوط الأول شوط مثالي من ناحية الهجومية، حيث استحوذ طولا وعرضا على اللقاء، هاجم من جميع الخطوط وخصوصا من الظهير الأيمن أشرف حكيمي، كان فعالا مع اللاعب سفيان بوفال. اللاعبان سفيان بوفال وأشرف حكيمي كان أخطر عناصر المنتخب الوطني اليوم، حيث قدم الشوط الأول من ناحية الهجومية شوط رائع، حيث شاهدنا العريضة التي وقفت أمام المنتخب الوطني، فغانم سيس كرته في العريضة وكرة أشرف حكيمي كذلك في العريضة، لكن قبل انتهاء الشوط الأول بدقائق تمكن الكوريادور يوسف أنصيري من تسجيل الهدف التعادل. في الشوط الثاني طبعا انخفض الإيقاع بسبب أن المنتخب المغربي قدم الشوط الأول شوط مرتفع الإيقاع واللياقة البدنية قلت بعد الشوط الثاني، لكن الأسود قدم مباراة أكثر من رائعة، حيث الهدف الثاني كان هدف جميل رائع من أشرف حكيمي. طبعا الكرة الثابتة الثانية لأشرف حكيمي يسجل في البطولة، والهدف الثاني على التوالي. طبعا أداء الأسود اليوم كان أداء ممتاز من ناحية الهجومية كذلك الدفاعية، على الرغم من أنه استقبل هدف، لكن يبقى هدف تلك الهدف كان مباغتا أو من تسديدة من بعيدة، خطأ مشترك مع الدفاع ومع حارس المرمى ياسين بونو. يبقى أداء رائع من أسود الأطلس لأنه قدم مباراة كبيرة من ناحية الهجومية. وما أعجبني في اللقاء هو أن المنتخب المغربي لعب كرة جماعية أكثر من الفرديات. اللاعب الوحيد الذي كان يلعب الفرديات وكان جيد فيهما هو سفيان بوفال. طبعا مبروك للأسود ومبروك لنا. لا تنسوا الاشتراك وإلى اللقاء.